السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث المتوسط. خلال سلسلة الشرح المتكونة من 5 دروس للمادة الامتحانية للنصف الأول، راح نركز على أهم الأشياء، وهذا معناه أنك يجب أن تكون قد اطلعت على المادة مسبقا، وهذا الملخص هو لترتيب المادة الامتحانية فقط. ابقوا معنا يعني. ملخص الوحدة الأولى يونت 1. Hello everyone, I'm Karam. I'm gonna teach you some English, so let's start English with Karam. الماضي وإضافة إيدي من أهم المواضيع اللي راح تأخذونها بهذا الفصل، هو الماضي وإضافة إيدي. خلال هاي الدروس اللي قسمناها راح نخلي كل قاعدة أو كل مجموعة قواعد بدرس واحد منفصل، وراح تصير عبارة عن ملخصات ومادة نقدر نقول عليها مختزلة. فنبدأ أول شيء إضافة إيدي. كيفية إضافة إيدي لتحويل أي فعل ماضي نضيف إيدي فقط، هذا بالنسبة للأفعال القياسية، ولكن حتى الأفعال القياسية بها بعض التغييرات يصير. مثل إيش؟ عندما ينتهي الفعل هنا شغلتين، عندما ينتهي الفعل بحرف واي، وشرط هذا الواي مسبوق بحرف صحيح، لازم الواي يتحول إلى آي مباشرة. مثل إيش؟ مثل استادي استادي، جاي تلاحظون الواي هنا أنا قبل دي حرف صحيح، وما نريد نخوض بالحروف الصحيحة والعلة لأن تعرفونها، الواي تحول هنا إلى آي وراها ضفنا إيدي، صارت استديد من يدرس إلى درس. وراها يقول لك عندما ينتهي بحرف صحيح وقبله حرف علة نضاعف الحرف الأخير، نضاعف أي بمعنى نكرر ونضيف إي دي. مثل ايش؟ لايك ستوب ستوبت. جاي تلاحظون باللفظ تي هو هذا، مرات الدي بالنهاية يصير باللفظ تي، ماكو مشكلة ماكو اي مشكلة، ولكن يكتب بهذه الطريقة ستوب ستوبت. هذا البي لان قبل حرف علة اللي هي الاي 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 الاو اليو، فموجود هنا البي كررناه ضاعفناه صار ستوبت، صار ستوبت. وهذا يمشي على اي كلمة تحقق هذا الشرط، حرف صحيح وما قبله علة، ما عدا هذين الثلاث مقاطع. هذين الثلاث مقاطع أينما وجدت هاي بنهاية الكلمة فقط، إذا لقيت نهاية الكلمة واحدة من هذين الثلاثة معناها تضيف إيدي فقط بدون أي تغيير، ما لك علاقة سواء كان صحيح قبل علة ما لك علاقة. مثل إيش؟ مثل open و opened، open و opened، open و opened، يعني بدون اي تغيير جاي تلاحظون تحقق الشرط، بس شنو هاي حالة خاصة ما يصير نكرر الان، يبقى opened. هذا شيء ماشيين عليه. شو وقت اذا انتهت الكلمة بهذه المقاطع الثلاثة، لو اي ان لو دبليو لو اكس، تبقى عندنا الشغلة الاصعب وهي الافعال الشاذة. شنو هاي الافعال الشاذة؟ الافعال الشاذة هي مجموعة أفعال لا تخضع لأي قوانين، هاي الأفعال لازم نحفظها، طبعا عددها كبير، فشنو قسمناها إلى مجموعات، وكل درس نعطيكم مجموعة حتى تحفظونها زين وتركزون بنفس الوقت ويا المادة وما يصير ملل، لأن مستحيل تقدر تحفظهن كلهن جرة واحدة، تحفظهن شوية شوية مجموعة مجموعة. فاليوم خلال هذا الدرس تحفظ ذني، نجي نقراهن. أول شيء عندنا أفعال الكينونة اللي هي بي والإز للمفرد والآر للجمع، هاي ماضيها واز وتصريفها بين، وهاي ماضيها وير وتصريفها بين كذلك. هذني أفعال الكينونة، اسمهن أفعال الكينونة. نبدأ بأول فعل اعتيادي، باي يصير بوت وبوت. هذا المقطع الجي والاتش إذا جاء بوسط الكلمة بأي مكان ما يلفظ، silent voice ما نلفظه، we don't pronunciate it. عندنا say وsaid said، lent lent lent. lent شوية معناها خلينا نوضحها، معناها يقرض يقرض، borrow معناها يقترض، بس lent معناها يقرض، يعني أني أنطي قرض لفد واحد. I lend him some money، I lend him my pen، أعرته قلم، يعني إعارة نقدر نقول عليها. الثانية send يرسل وsent sent، هيك تصير. lose lost lost، put put put، هي هاي. go go بالماضي تصير went
went شوية قريبة من want اللي معناها يريد، بس هي هنا went. الجو يعني لا أكثر شيء لازم تحفظونه، وبالتصريف الثالث يصير gone. السيت هاي من الأفعال السهلة تبقى نفسها، سيت هو هذا، هو هذا من الأفعال ما تقدر تسوي لهن أي شيء غير الحفظ. الحفظ إلى طرق هواي، منها أن تفهم معناهن، منها أن ترددهن كل وحدة وحدها، بس أهم شيء تقسمهن مجموعات، إذا ما قسمتهن ما راح تقدر تفهمهن ولا تحفظهن. وهذه الكلمات تعتبر أساسية في اللغة الإنجليزية، ما تقدر تتخطاهن أبد على أي مستوى من المستويات، من البيسك إلى الأدفانس. شو تريد تسوي؟ ما تقدر تتخطى ذني الأفعال، لازم تعرفها. ف راح نبدأ هسه بالقطعة الاستيعابية. القطعة يا قطعة الاستيعابية، هاي قدامكم القطعة الاستيعابية. القطعة اللي موجودة بهذا اليونت هي عن السيارة البانثر. هاي القطعة لازم تعرفون معلومات عنها وتجاوبون عنها بالامتحان. comprehension الاستيعاب. راح نجي هسه نقرأ أول what is، ما راح أقرأ الترجمة لأن موجودة قدامكم. What is the name of the car of the year? Panther 3.0D. اسم السيارة هذا ما ممكن الترجمة يبقى نفسه، بس نكتبه بلفظ عربي ما يترجم. How many، الدرس الجاي إن شاء الله نأخذ أدوات السؤال والأسئلة القصيرة والطويلة. How many are the safety features in Panther? There are eight seats in the Panther. ثمانية مقاعد. What are the safety features in the Panther? There are bags for drivers and the passenger. Airbags for the driver and the passenger. Airbag للسائق والركاب. هذان ثلاث أسئلة يعتبر أن أسئلة طويلة معلومات لازم تحفظها. عندنا الأسئلة القصيرة اللي تجاوب عليها بترو وفولس. هذا هنا the car. The car everyone is talking about is the car of the year is Panther. Is شنو؟ Panther 3.0D. فهذا شنو نخلي له true صح. True صح. شنو true صح؟ شنو false خطأ. نجي هسه some young men aren't interested in Panther. بعض الشبان غير مهتمين شنو؟ خطأ طبعا، أكثر الشبان مهتمين بالسيارات، هذا شيء شائع. 6. Panther 3.0D has no standard features. شنو هاي؟ false. Panther has seats for 8 people. شنو هاي؟ true. قلنا ما راح نقرأ الترجمة لأن موجودة قدامكم. There is load of space in Panther. هناك مجال واسع في سيارة العام. صح، سيارة السنة يعني. Panther 3.0D has warranty for 4 years. ها شنو؟ True. Has a warranty for 4 years. اللي ما يعرف يفرق بين ذني 4 الأولى معناها حوالي، وحرف جر هي تعتبر conjunction، و 4 الثانية كتابتها ايش تنكتب، هاي معناها رقم 4. رقم 4. Panther 3.0D looks very expensive. It is actually cheap. شنو هاي التناقض؟ يقول لك السيارة تبدو مكلفة لكنها رخيصة نسبيا. اي صح، لان هي انت تشوفها غالية مكلفة، بس بالنسبة الى كفاءتها وشغلها هي رخيصة. Panther 3.0 has GPS and it does 12 كيلومتر on the letter. True صحيح، سيارة البانثر تحدد موقع، تقنية تحديد موقع اللي هي GPS. GPS تقنية تحديد المواقع موجودة بكل التليفونات، وتقطع مسافة 12 كيلومتر على لتر واحد فقط. Panther 3.0D is really safe car. True صحيح، سيارة آمنة. بعد القطعة الاستيعابية نجي على شيء مهم وهو شنو؟ الأدب. نجي على يونت 1 بالأدب. الزبون المحظوظ، اسمه الزبون المحظوظ، ستوري تايم. هذا الأدب الخاص باليونت 1.
فالزبون المحظوظ شو يقول؟ الترجمة موجودة قدام كل جملة. Who is the lucky customer 15? Who is the lucky customer 50? كريم. 2. Describe Kareem's character. He has he was, تذكرون واز لمن ترجع؟ He was hardworking, quiet and imaginative. Hardworking هاي تعتبر صفة. And imaginative خياله واسع. 3. Why had Kareem been saving up for months? ليش كريم يدخر الأموال؟ To be the first one to buy the new book by his favorite boat. By منو؟ His favorite boat. What's mean saving up? What's mean saving up? It means putting money aside. It means putting money aside. ادخار النقود هو وضعها جانبا. What was Kareem's dream? What was Kareem's dream? ماذا كان حلمه؟ Kareem's dream was to be a famous boat. Was to be a famous boat. 6. What's the name? What's the name of the book Kareem wants to buy? Island of Salt. دير بالكم هذا الاس silent. Island of Salt. How many times had Kareem read Al-Nawab Bones? At least get twice. He found them very very interesting. See. 8. Why was Kareem surprised when why was Kareem surprised when everyone started clapping and cheering? ليش انتهش؟ Because he شنو didn't know that was happening. Because he didn't know what was happening. What 9. What was Kareem big price? شنو كان الجائزة كريم؟ Well, he will get to meet Al-Nawab. He will get to meet. He will get to meet Al-Nawab. Was Kareem the first to buy the latest book? كتاب الأخير. هل كان الأول؟ No, he was not. نقطة اللي بعد 11. What do you think the collection Island of Salt? What do you think the collection Island of Salt? It is شنو about homesick. It's about homesick. حنين إلى الوطن. Why did Kareem's parents, friend and teacher all say that he was imaginative? خيالي واسع الخيال. Because أي أدات why لازم نجاوب عليها because دائما. Because he spent most of his free time شنو reading or writing his own bones. شنو his own bones. Bone يعني قصيدة وboat يعني شعر. 13 عفوا. Kareem had been saving for months to be the first one to buy the new book by his favorite bones. هذا فراغ يجي. كريم ادخر النقود يشتري الكتاب الجديد لشاعره المفضل. Kareem's dream was to be famous boat. ليكون مشهورا. حلم كريم كان يريد أن يصبح شاعرا مشهورا. هاي القطعة الاستيعابية طبعا الملف راح أخليه لكم بالوصف تقدرون تأخذونه وتقرونه فيما بعد. نجي هسه على الفراغات والاختيارات. الاختيارات يعني مثلا يجيب لك مربع مثل هذا. مثل هذا مربع سؤال بكلمات يقول لك لأن الكلمات خليه هنا هنا. أكثر شيء تعتمد على المعنى. إن حرف جار معناها في كيوينج معناها الوقوف في الطابور يعني تلزم سرعة هيك بالعامي. ودوينج يفعل نو كلا كيو طابور كيو اسم وهاي فعل أي شيء نضيف لأي إن جي يصير فعل أو صفة. What are you فراغ شو نخلي doing يعني أنت ماذا تفعل. See you فراغ a minute أراك دقيقة
فنستعمل إن أمن تراك في دقيقة خلال دقيقة. I am in a فراغ. A queue أنا في طابور. أنا في شنو طابور؟ كنا هاي الأي والآن تستعمل قبل الأسماء دائما. من نشوفها لازم فيما بعدها اسم. من هي الأي والآن؟ أربعة. That's فراغ. Time for chat. Come back now. No. That's no time for chat. هذا ليس وقتا مناسبا للدردشة. Come back now. What are you فراغ for? Queuing. ليش التلازم سرى؟ لماذا تقف في الطابور؟ What are you queuing for? المثال الثاني عن شوية أصعب عن سؤال الفراغات مربع الاختيارات. Hard working العمل بجد. Imaginative خيالي واسع الخيال. Poet شاعر. Patience صبر. Prize جائزة. Queue طابور. 1. My brother is very blank يعني فراغ. He always does extra work. عمل زائد يعني شنو؟ يعني hard working. Hassan was pleased when first. كان شبيه مسرورا لأنه فاز. In the pottery competition prize الجائزة. 3. It's important to be فراغ when you are writing poems. Imaginative لازم تكون خيالي عندما تكتب القصائد. 4. The plank was so long it came out of the door. Cue الطابور كان طويلا جدا لدرجة انه خرج من الباب. 5. I have a lot of فراغ with young children. Patience. His dream was to be famous. شنو بوت؟ الخامسة معناها أنا أستطيع الصبر. I have a lot of patience with young children. أنا أستطيع الصبر مع الأطفال الصغار. His dream was to be famous. حلمه كان أن يكون مشهورا. بس شنو شاعرا مشهورا بوت؟ بوت. عندنا هسه شيء مهم وهو المعاكسات. المعاكسات كذلك حفظوا راح نعطيكم كل درس مجموعة معاكسات حتى شوية شوية تستمرون وياها. من مجموعة المعاكسات اللي موجودة عندنا هو ذني. طبعا اكو معاكسات اضيف لها ان يو ان تصير مثل عندنا جميل غير جميل. اكو لفظة تشبه الغير اللي معناها ان نضيفها لأي كلمة يعكسها. بس اكو شيء معاكس مثل جميل وبشع. بشع عكس جميل. فهسه ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ المعاكسات الأصلية. عندنا هنا beautiful معاكسها ugly وموجود كذلك بالملف تقدرون تنزلونه من الشرح. fantastic و terrible. expensive cheap. interesting boring. dangerous safe. new old. طبعا safe يجي معناها خزنة دير بالكم من يمها. مرات يجي معناها خزنة ومرات يجي معناها آمن. نجي على شيء مهم هسه وهو المفردات والتعاريف. عندنا مجموعة تعاريف راح نحكي بيها. 1. It makes cars, boats and planes move. يمكن للسيارات والقوارب الحركة بواسطة هذا الشيء. شنو هو؟ An engine المحرك. محرك المحرك. Words and picture to help sell things. كلمات وصور تساعدك على بيع الأشياء. شنو؟ Adverts الإعلانات. Adverts. A person who helps other is helpful متعاون خدوم. شخص يساعد الآخرين. You can clean your teeth with this. تقدر تنظف أسنانك وياها. شنو؟ Toothbrush. Three or more people are waiting in a line. A queue. شنو؟ طابور. ثلاثة أو أكثر أشخاص ينتظرون في صف على شكل خط واحد. شنو نسمي هذا؟ الطابور. نجي هسه للتوصيل. matches التوصيل. عندنا هاي المجموعة ما راح نعيد التوصيل. هاي كل الكلمات اللي موجودة عندنا. شنو هاي التوصيل؟ هاي صفات مركبة من نجمع ذين الكلمتين ينطن معنى ثاني.
مثل ايش؟ هاي الكلمات هنا وهذا تشكيلهن سوية، من ندمجهن سوية، وشون معناهن يتغير هنا. نجي على أول واحدة شوفوها، سويت وشوب، ندمجها تصير سويت شوب، محل الحلوى. information وديسك، معناه information ديسك، مكتب معلومات. طبعا شنو الفرق بين اوفيس وديسك؟ تعرفون شنو الفرق؟ الفرق انه اوفيس هو مكتب اعتباري، مكتب اداري، يعني من نقول مكتب الوزير ما يصير نسميه ديسك، اوفيس لا، اوفيس اوف سكرتري. الاوفيس هو مكتب عام، مكتب اداري، اما الديسك فهو مكتب شنو؟ خشبي، مكتب خشبي، هذا المكتب اللي نقعد عليه او الطاوله يسمونه ديسك. اما الاوفيس فهو مكتب اداري. نجي هنا انسكت وبروف. انسكت بروف مضاد حشرات او شيء ضد الحشرات، سم حشرات. سويمينج بول، سويمينج بول حوض سباحه. سان روف، شوف التغيير الكبير اللي صار هنا، سان روف من جمعناها سان روف صارت سقف متحرك وهو السقف اللي على السياره. بروف مقاوم رياح، شوفوا شلون تغير المعنى. سكيورتي وجارد، سكيورتي جارد حارس امني. كار بارك، كار بارك موقع السيارات. ديسك وبريكس، ديسك بريكس، طبعا هاي الديسك معناها قرص وهاي الديسك معناها مكتب، دير باركم. هواء اير، اير باجز، اير باجز اكياس هوائيه. فيديو جيمز، فيديو جيمز العاب ناريه. بقى عندكم كلمتين اتمنى انتم تجمعونها وتطلعون معناها كتدريب بسيط يعني حتى لا تلتهون بس بالحفظ. letter مهملات وبن، بن سلة. shop وassistant، هاي فتشي حل بسيط انتم تسوونه. الى هنا ينتهي درس اليوم اعزائنا الطلبة، طلبة الصف الثالث المتوسط. واكبوا على متابعة الدروس والحفظ والدراسة بجد، والملف المستخدم في الشرح موجود على شكل PDF تقدرون تحصلون عليه من الوصف ومن رابط قناة التليجرام. شكرا لكم. you can find me on this seat any question you have for me. Thank you all. Best wishes to all of you.